مرحبا بكم في عائشة ريسيبيز. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير بشنيخة بلا كريم فريش أو قشطة طرية. سأحتاج في المقادير 250 غرام من الدقيق الأبيض، قبصة من خميرة الحلويات تقريبا رأس ملعقة، قبصة ملح، 70 غرام من الزبدة لينة، 200 غرام من القشطة الطرية خاصة بالطبخ، ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر، قليل من العسل للتعسيل، تجدون الرابط أسفل الفيديو، وزيت للقلي. بكسرية قمشم بغربلة الدقيق كأول مرحلة لإزالة جميع الكويرات التي في الطحين. سأضع عليها الزبدة وأقوم بعملية مزج الزبدة مع الدقيق بهذه الطريقة حتى تمتزج جيدا. عندما نحصل على هذه النتيجة نضيف ملح، قبصة خميرة الحلويات، ماء الزهر، نخلطه مع بعض ونضيف القشطة الطرية. ممكن استخدام الحليب ولكن بالقشدة تكون لذيذة أكثر. ممكن إضافة بودرة اللوز مع بذور سمسم مطحون، يبقى لكم الاختيار في تنسيم العجين. هنا الكمية تبقى حسب نوعية الدقيق. يجب أن تكون العجين ليست صلبة وفي نفس الوقت ليست رطبة. عندما نحصل على عجينة بهذا الشكل نقوم بدلكها جيدا لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجين طري. ممكن استخدام العجان لتسهيل عملية العجن. على طاولة العمل نقوم برش قليل من الدقيق، نضع الكويرة، نضع عليها كذلك قليل من الدقيق بهذا الشكل. نقوم بترقيقها لإعطائها شكل مستطيل. بهذا الشكل حاول إعطائها شكل مستطيل قدر المستطاع. نأخذ العجينة نضعها في الآلة الخاصة بالمعجنات، نضعها أولا في الرقم 1 ثم رقم 3 نضعها في هذه الجهة الرقيقة. بسم الله. نأخذ تقريبا 10 خيوط بهذا الشكل ونقوم بقرص جهة. نأخذ تقريبا 4 سنتيمترات ونقرص بهذا الشكل حتى تشكل العجين بهذه الشيء بهذا الشكل. نأخذ بنفس القياس هذه، سأقوم بتقطيعها إزالتها من هنا وأقوم بتقطيع بين كل وحدة بهذا الشكل ونضعها جانبا. نستمر بنفس العملية حتى ننتهي من كمية العجين التي لدينا. في مقلاة نضع الزيت حتى تسخن جيدا ونضع حبات بشنيخة بهذا الشكل. من المهم جيدا فتحها بهذا الشكل حتى تعطينا
الخيوط المتفرقة. عندما يصبح لونها ذهبيا نزيلها من الزيت ونضعها مباشرة في العسل. نتركها لمدة 5 دقائق ثم نزيلها. الشكل النهائي ديال البشنيخة بعد ما كتوجد فهي كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي خفيفة ولذيذة وكما كتشوفوا كتوجد بسرعة. فتبارك الله 250 غرام ديال الطحين كتعطيكم هذه الكمية هذه. ممكن تضبلوا المقادير، كتجي شي حاجة اللي خارجة على المألوف، يعني مولفين كنديروا غير الشباكية بوحدها. من ما فيها باس دابا نوعوا ندخلوا بشنيخة سنقطير، كاين انواع بزاف مختلفه دابا ديال الشباكيات. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وتبارطاجيو معايا ارائكم واقتراحاتكم، ونشوفكم في الحلقه الماجيه ان شاء الله مع وصفه جديده. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتوا ديما توصلوا بجديد ديالي تابونا فلاشين. الى اللقاء.